أنا حقيقة يا سعد لم أتحزب حتى اليوم، لكني الآن فعلا مع كوكبة طيبة من السودانيين. إحنا أنشأنا حزب، طبعا تسجيل أحزاب ما في، لكن أنشأنا حزب اسمه حزب السودان الشامل. وكلمة الشامل دي جات رد للتبرم والتاريخ الحاصل من أغلب السودانيين عن عبارة الإقصاء. فإحنا قلنا لما دائما بتكرر كلمة في إقصاء، هامش لمركز، مركز لهامش، إقصاء نساء لرجال، أديان، ماينوريتي، أقليات، حان الوقت إنه يجي حزب يقدم رؤى شاملة دي ناحية. لكن أرجع لك للصور، قول أنا بفتكر في المرحلة اللي فاتت، أنا إنسانة مستقلة فعلا، وحقيقة دخلت للسياسة من باب التوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان، يعني بانفعال عادي، يقول انفعال فطري بتاع إنسان بكره التجاوزات وعدم العدالة. فكنت بتلقاني أم جامبينج في التوبكس، يعني هبش الجنوبيين ممكن تلقاني هناك، هبش جبال النوبة تلقاني هناك. وفي ناس مرات بيقولوا ليس سكتي عن آلام كده مثلا. فعارف دائما كنت بقول لهم يا جماعة أنا أتعامل في السياسة بقلب الأم. الأم قالوا ليها من هو أحب أبنائك إليك؟ قالت لهم الصغير حتى يكبر، والبعيد حتى يعود، والمريض حتى يشفى، وتعني شنو يا ربي، والضعيف حتى يقوى، وهكذا يعني. فطيب الأقاليم السودانية والإثنيات السودانية أوجاعها كانت تختلف من حتة لحتة. ففي مواضيع كانت بتكون دموية جدا، أقاليم بتكون غارقة في الدماء، فبتلقاني الوقت ذاك حتى لو أنا بلونج تو الشريك مثلا أبدا ما بكون مركزة في الشريك، أنا مثلا متخندقة في قضية الجنوب، أنا ممكن تلقاني بعد شوية في موضوع جبال النوبة، أنا في قضية دارفور، وهكذا. فكان الدافع اصلا لاقتحام السياسه هو الاطلاع على يعني احزان هؤلاء الناس، وده خلاني اتخندق مع تيارات سودانيه كثيره، والتخندق ده هو جاب النولج، جاب المعرفه بتحديات ومحن الشعب السوداني. عشان كده تتذكر لما سالتني قلت لي يا تراجي بتعرفي نفسك كيف، قلت لك سميني خبيره المحن والاحزان السودانيه وكده. فعارف بعد انت، وانا اصلا خلفيتي بتاعت المجتمع، اقول مثلا بتقوم تحاول الداتا الكثيره دي عن الاحزان دي، بتحاول تيجي تعمل لها كلاسيفيكيشن، تعرف ات بلونج تو وير، يعني هل مشكلتنا اقتصاديه اجتماعيه، مشكلتنا تدخل اقليمي، مشكلتنا هويه، مشكلتنا شنو. فببساطه ممكن ات اند اوف ذا دي تلقاها للاسف بسيطه، مشكلتنا بسيطه جدا، انا بختصرها في انه اسمها القبول ببعضنا البعض. الترمينولوجي ده ما في أحزاب بذلت مجهود، يعني حاولنا دائما زي ما تقول نبحث عن مشاكل أكثر تعقيدا، نقول يعني تلقى الحزب الشيوعي مثلا يتأثر بالتجربة الشيوعية واكتشاف الآلة وعالم النقابات اللي كان حصل في المجتمع الغربي، يقول عموما وخلاص جاء نقول بحاجة اسمها ديكتاتورية النقابات، ديكتاتورية البلوتارية، ونحن ما كان عندنا نقابات ذاته. لما تمشي لاقتصادنا الحقيقي تلقاه رعوي زراعي. النقابات يا نقابة السكة حديد ونقابة المواني مثلا، دي أكبر نقابات مثلا، وبعد ذاك في نقابات فئوية محدودة مثلا، فدي ما كان ممكن تحقق. تمشي لحزب البحث، حزب البحث انت جبت النظرية دي ليه؟ ابتكروها العراقيين والبحثيين زي have their own challenge، اللي هو عارف ليه؟ مثلا صراع أكراد وعرب أو سنة وشيعة، علويين وما بعرف بتاع، الناس ديك لونهم واحد، قول لهم لونهم واحد، كان عندهم مشاكل طائفية، فإذا لقوا في فكرة البحث ما يلمهم سوا it is okay for them، قول لهم. أما في السودان كلام عروبة ده يهوش شكل ذات والدواز ذات والحرب ذات. طيب تمشي للتجربة الناصرية، فعشان كده تستغرب أنت إنه الناس اللي بيجيبوا حاجات ما بتقدر ما بتشتغل في السودان، بتعمل creating لإيشو حقيقي. قول طيب تجي للحركات المسلحة، أقول اللي هو نبدأ من دكتور جون الله يرحمه وأنانيا وان وغيره، تلقى برضو في ناس حاولت تجيب البان أفريكان، لكن لو لاحظت دكتور جون بايزويه لأنه الله يرحمه تعليمه أعلى من كل الناس دي، وكان بيحاول تفيجر أوت مشاكل السودانيين. فلو تذكر العبارة بتاعته قال يا ما إحنا الأفريكانية بتجمعنا، لا عروبة بتجمعنا، لا إسلام بيجمعنا، لا مسيحية بتجمعنا، بتجمعنا السودانوية. فالناس بعد ذاك لاحظ في حركات جات أحدث منه، قول لهم ليه ما بديتوا من حيث وقف جون ومشيتوا لقدام،
تلقى ابدا مشوا تاني بدوا من الاسكراتش عشان يتلطشوا ديشليون سنه حتى يفيقوا يعرفوا انه الكلام ده ما بيمشي لقدام. لانه قصدي لاحظ في دارفور انت عندك دايفرسيتي كبيره، انت لو تكلمت عن انك ضد العرب هتلقى روحك واقع في حفره كبيره جدا، واذا جيت لاحقا كعربي دار تتكلم انك ضد الافارقه انت في حفره اكبر. عشان كده نحن بنتكلم عن دوله المواطن الان يا سعد. انا وانت وغيرنا بيقولوا عددنا 11 مليون، صح؟ نحن 11 مليون سوداني وسودانيه مرقنا وعشنا في تجارب جدا مختلفه. بنفتكر حتى لو سالونا في انتخاباتك يا سعد قول كامريكي ولا انا في انتخاباتي ككندي بيهمنا شنو؟ الناس صحيح انجزت دساتير قول وانتهوا خلاص موضوع هويه وبتاعت انتهوا منه. بتجي انت افغاني بنغابك يوغندي بكجورك سوداني عراقي بتلقى الدساتير دي والانظمه تستوعبك. الكلام ده اسمه شنو يا رب؟ كنا نتمنى الاحزاب السودانيه وبالذات السودانيين المحزبين الاقاموا برا يفكروا انه القصه دي شنو يا رب؟ بتخلينا كلنا بنجي نزوب نقعد مؤدبين وراضين قول very satisfied في المجتمعات. ليه؟ عارف ليه؟ لأنه الستايل بتاع الدولة هو الدولة الخدمية، ما في لون ما في دين ما في كلام. أنت تجيني منقب أنا بخدمك، تجيني عريان بخدمك، تجيني تقول أنا جنسي ثالث بخدمك. إذا كنت الموظف قول أنا الامبلوي أنا الدكتور أنا المحامي أنا المدرس. تعرف يا أخوي دولة المواطن أقول لك ده يفترض كنا نقول تعلمناه، لكن شوف أداء السودانيين الأقاموا برا لما يمسكوا السمارت فون دي للأسف بنقولوا التشوهات ما موجودة في الغرب وبيظلموا التجربة الغربية اللي كانت كريمة جدا معانا وعلمتنا حاجات ولسه بنتعلم. أنا ما سعيدة بكل اللي حصل. للشيوعيين قدموا تنقيح حقيقي لرسالتهم، للبعثيين الأقاموا برا قدموا، للمؤتمر السوداني الجديد، للأحزاب الإسلامية كلها الواقفين في الرصيف والواقفين في الطول والبتاع، الناس دي كلها إحنا دايرين منهم حاجة very simple إنه كل زول ينقح الرؤى الحزبية اللي هو يغفت من الأجدين، صح ولا لا؟ لازم تواكب مش كده؟ فالدخول في الحرب الضروري يتطلب التنقيح للرسالة السياسية. عشان كده أنا سعيدة بتلقاني مع البشير بتلقاني مع سعد الكابلي بتلقاني مع، لأنه عارف طبعا في ناس بزعل كيف أنت ممكن ساعة تقولي الله أنا مواطن عادي تقارنني بالبشير، بقول لك نفس اللي قعدني معاك اليوم هو اللي بيقعدني مع البشير وهو اللي بيقعدني مع حميدتي وممكن يقعدني مع برهان ويقعدني مع يزول اللي هو البحث عن الحل. فنحن السودانيين أولا وأخيرا التنميطات التقليدية أقول لأنه الليبل نقول لا وده ودكوز وده يساري وده فلولي ده ما بحلنا. نحن سودانيين ولازم نقعد مع بعض.